عزيزين على القاهرة وعلى مصر كلها. يعني شكرا للشركة لأنه فعلا الخدمات يعني كانت كويسة، وكانوا ناس خدمين وطيبين كده، وعرفونا على مصر. اللي احنا كنا بنسمع عن مصر كتير بس مش زي ما بتسمع زي ما بتشوف. كانت رحلة حلوة، وكان تعرفنا على مصر الفرعونية ومصر السياحية مثلا الجديدة، وتعرفنا على مصر الإسلامية. ومرة تانية ألف شكر للشركة والمرافقين وكل اللي كانوا معنا، يعني كانوا ناس حلوين وطيبين. ماشي ازاي؟ احكي بالتونسي؟ السلام عليكم. انا كتير مبسوطة فرحانة برشا اني زرت القاهرة. شكرا للتعامل الجيد للشركة معنا، خصوصا الانضباط في التوقيت. كانوا منضبطين اكثر منا وخدومين جدا جدا. تحس انهم اهلك، مش يقدموا لك في مجرد خدمات. الكونفور كمان، الكونفور اللي هو الرفاهة في وسائل النقل، وفي حتى الاماكن اللي رحنا فيها خدمات الاوتيل كانت ممتازة. استرتونا شركة والاسعار مغرية وممتازة. وانا فرحانة برشا اني جيت زرت القاهرة في هذا التوقيت، ورغم انه في وسائل اعلام تنشر اخبار انه الوضع مش امن، لكن الوضع امن جدا. والقاهرة جميلة ومش زحمة زي ما بنسمع عنها. لا مش زحمة كتير، والقاهرة جميلة. تقعد هي تقعد مصر ام الدنيا، والقاهرة من اعظم الدنيا العربية. وانا نتمنى اني نرجع ونشوفها، لانه لازمك شهر، يمكن شهر لحتى تتعرف على القاهرة، ومش كتير يعني، حتى شهر شوية. انا سعيدة جدا، بشكر الشركة. ان شاء الله يكون يعني تعامل دائم معها. بشكر الخدمات الراقية والروح الطيبة للمصريين، وكما قلت نأكد على الانضباط واحترام التوقيت واختيار الأماكن الممتازة.